تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وتكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر، عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد المدني والخاص اجتماعها الأول، حيث ترأس الجانب الحكومي في الاجتماع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وجانب السلطة التشريعية برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبرئاسة سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وتم خلال الاجتماع بحث أفضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والمستحقين عنهم، والتعديلات التي أجريت على القوانين التقاعدية سابقا وأثرها المالي على الصناديق والمزايا التقاعدية التي تم استحداثها مؤخرا. وقد أكد معالي وزير المالية أن مدخرات المواطنين في صناديق التقاعد مصانة بموجب أحكام القانون، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة. ونوهت اللجنة بأن إجمالي المعاشات التقاعدية على مستوى القطاع العام في نهاية السنة المالية 2017 بلغ 285 مليون دينار بحريني مقابل حصيلة إجمالية للاشتراكات بلغت 149 مليون دينار. وتم بحث مقترح مقدم من الحكومة بتعديل معاش الوزراء، كما تم طرح مقترح بتعديل معاش أعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية. تم الاتفاق على وضع خارطة الطريق بالنسبة لعمل اللجنة الثلاثية، على أن نجتمع في المستقبل يعني بعد أسبوع أو أسبوعين. تم وضع بعض النقاط اللي راح نكون يعني نمشي فيها كلجنة، منها طبعا أول شيء رصد كل ما دار يعني من آراء المواطنين والمختصين، راح نسوي في اللجنة. كذلك تم اليوم التفاهم أن راح تكون هناك يعني إعادة صياغة، والجانب الحكومي وضح لنا بعض الأمور اليوم اللي يعني سبب لطبعا إصدار هذه المشاريع. أعتقد الفترة المقبلة إن شاء الله راح نبلور هذه كل الأمور الاجتماعات القادمة، وإن شاء الله بيكون أعتقد إنه بيكون خير. الجانب الحكومي اليوم أبدأ مرونة، واحنا في السلطة التشريعية يعني خلينا نبع كل الملاحظات القانونية والهواجس كانت عندنا، واعتقد ان شاء الله في الايام القادمة راح تكون تتضح الرؤية بشكل كامل.